سيرا على خطى إخوانهم في بغداد والمحافظات الأخرى، خرج طلاب جامعات محافظة النجف في تظاهرات حاشدة منتفضين هاتفين بإسقاط النظام. ما أريدك لا أنت ولا إصلاحاتك، أنت تقول أريد أعطيك إصلاحات، ما أريدك يا أخي، أنا وجهك هذا ما أريده، يعني لا أريدك لا أنت ولا إصلاحاتك. إحنا كل إحنا اليوم طالعين مظاهرات نريد نغير النظام، ما أريدك لا أنت ولا إصلاحاتك. طبعا رئيس الوزراء جاي إصلاحات وجاي يوميا منطينا بقرار، يوميا منزل له قرار شيء، يقول لك الحرتك فيه الإشارة يا أخي 30 مليون، جاي يصارخون، جاي يصيحون، ما أريدك، ما أريد إصلاحاتك، أنت ليش مكلب؟ يا أخي ليش مكلب؟ اطلع، شوف هاي، شوف هاي، أكو شباب هنا يتقود البلد. الطلاب المتظاهرون في النجف أكدوا على استمرارية تظاهراتهم واعتصاماتهم حتى إسقاط النظام الذي قادته حكومات وأحزاب فاسدة سيطرت على مقدرات البلاد منذ عام 2003 وسلبت أبسط حقوق المواطنين العراقيين. من 2003 لحد هذه اللحظة ما شفنا من هاي الحكومة يا أهل اللي يجي ما نشوف من عنده شيء. احنا طلعنا مساندة المتظاهرين اللي طالعين ويطالبون بحقوقهم، احنا وياهم وباقين على عهدنا وباقين بالتظاهرات وبساحات. ثورتنا هذه ليست ثورة إصلاح كما خرجت المظاهرات تدعي الإصلاح سابقا، الإصلاح لا ينفع حاليا، وإنما ثورتنا هي ثورة تغيير جذري، تغيير جذري للعملية السياسية وليس الإصلاح فقط، فإن نفذوا هذه المطالب فقد حفظوا كرامتهم وكرامة العراق، وإن لم تتنفذ هذه المطالب فوالله وتالله نحن باقون حتى وإن تمت إبادتنا جميعا. بنفس واحد يملأه الإصرار يؤكد المتظاهرون من طلاب جامعات النجف أن عزيمتهم لن تضعف وتتراجع، وأن الأمل لديهم في التغيير بات كبيرا ولن يصغر. الدوام موجود بأي وقت، يعني اوكي رحت غبت اليوم باكر راح اداوم وباكر راح ادي وظيفتي كطبيبه، لكن انا وطني يحتاج من عندي حتى وان كان يوم واحد، يعني غلط من عندي انه انا ابقى قاعده بالبيت وانتظر يجي تغيير، ما حيجي التغيير اذا انا ما بادرت. ماكو دوام، ماكو وطن، ماكو دوام، ماكو، لازم اكو وطن، يلا اكو دوام، ما عندنا وطن ما نداوم، احنا ظالين معتصمين الى ان تتحقق المطالب، وما نداوم ولا ندخل محاضره وحتى حتى الموظفين ما يروحون الدوام. ويرى الطلاب المنتفضون في الساحات والشوارع أن ثورتهم باتت قاب قوسين أو أدنى من تحقق آمالهم وأحلامهم التي باتت ثورة تشرين جسرها وترياقها الشافي.